الاعتبار انه ايضا هناك مستفيد اخر واتلتيكو مدريد في كره خطيره لمصلحه ختافي، تصويبه بعيده عن شباك نيتو، بدا ختافي يكتسب الثقه، بدا يحاول 11 كره ثابته في مكان خطير، تصويبه مباشره وغوايتا يتصدى بصعوبه، كره اتعبت في سنتي غوايتا، صاروخيه داني باريخو، هذه الكره من جديد، هذه الكره حدث الخطر والارباك، فهل يغير نتيجه اللقاء بهذه الكره؟ باريخو يصوب مره اخرى في سنتي الركنيه، كره ثابته جديده لمصلحه الخيطة، عوده الى الخلف، محاوله تصويب من بعيد، اشاره الى وضعيه تسلل امد لمصلحه الخفافيش، انطلاق من مونتويا، لاعبين ربما نقطة تبدل، نقطة تحول في مسيرة هذه المواجهة، تدخل قلنا بأنه الخشوط الخطورة أنقذهما غوايتا، فرصة جديدة باريخو هذه المرة يصوب، ودائما غوايتا يستجيب، ضعية مستشيطرة ويحاول أن ينتزع السيطرة، كرة عميقة باتجاه زازا، الكرة طالت على سيموني، كرة بعيدة عن المراوغة، نادي فالنسيا خلف هذه الكرات عرضية خطيرة، سولر على الطائر، سولر على الطائر من بعيد، ينطلق بذكاء كبير، كرة بكل تأكيد متفق عليها، متفاهم عليها، لاحظ الطريقة والأسلوب في التنفيذ من داني باريخو، والانطلاقة الرائعة من جانب كارلوس سولر، لكن قدام مثالي مع انطلاقة اللاعب أنخل، يتوغل ويضرب دفاعات الخفافيش، يضرب دفاعات فالنسيا، مواجهة مباشرة، اختبار صعب، لكن أنخل أراد الزاوية البعيدة، أراد تسديد، مناولة في ظهر المدافعين، خطيرة، فرصة كبيرة، رودريجو كان على أبواب المرمى لولا تدخل داكونام، والكرة الذكية من باول بكرة عميقة خطيرة، كرة تسكن الشباك، هذه المرة الهدف موجود، ختافي يسجل، يوقع هدف أول من بعيد، صاروخية لمصلحة الخيطة، تسكن شباك نيتو، هدف أسبقية، فرحة غير عادية للاعبي ختافي، فرحة الجماهير الحاضرة من أحباء ومناصري نادي ختافي. القادم فيصل فجر اللاعب السابق للديبور لألتشي، لجانب الهدف سيمون ساسا، باريخو يصوب، والحظ يقف إلى جانب غوايتا ونادي ختافي، القائم يلقى تحية من غوايتا، القائم يلقى المحبة من غوايتا.